كبيرة مدولة يسمون الخير المزرعة تكبير 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 أولى الأخبار من صغراتها وثاني الأخبار من عشرة تليفي نبتدى بصغراتها تكبير تكبير. في اتصال هاتفي مباشر بثوار المنطقة الغربية أسود البيكة صبراتة والعجلات والصرمان وبعض الذين التحقوا من مدينة طرابلس وما حول مدينة صبراتة في محور واحد فقط 29 قتيل من جحوش القبائل ومستشفى ومستشفى مدينة الجمال مليء بالجرحى والقتلى. الآن ثوار المنطقة الغربية بقيادة صبراتة أسود البيكة والعجلات والصرمان يمشطون منطقة جديدة بنسبة 70% ويقولون لكل الكتائب ولكل السرايا ولكل الذين يمتلكون العربات المصفحة التحقوا بنا لتسطروا المجد معنا فلم يبقى عذر للبقاء هنا التحقوا لتكونوا الدرع الحصين أمام هذه الهجمة التي تكسرت على دروع ثواركم الأبطال. تكبير تكبير تكبير. هي رسالة لليون هي رسالة لما يسمى بحكومة التوافق. دير عزومة ولا حكومة فبراير هي المقيومة فبراير هي المقيومة فبراير هي المقيومة فبراير هي المقيومة. باي باي مع النادمة يا برلمان الخيانة يا برلمان الخيانة يا برلمان الخيانة. اخبار الشرف انا مع الله عندما تصل هذه البلد فإنها تفتر بعدها مدينة بلغاسي. بالدم بالروح بالدم بالروح بالدم Thank you.
من رموز الثوار والمعدن الذهب الخالص بثورة 17 فبراير، والذين مثلوا الثورة قلبا وإيمانا بالله وبالوطن وبالقضية التي يحارب عليها وهي 17 فبراير. رغم كل ما يحدث في مدينة بنغازي الآن من القصف بالبراميل ومن انتهاك للحرمات ومن قتل للمشايخ ومن تهديم بيوت الثوار، ثوار 17 فبراير، سنة ونصف من الجهاد والصبر والمثابرة على إيران بقضية وهي شهداء شهداء 17 فبراير الذي ذهب. سنة ونصف لم يستطيع ذلك هزيم الحرب الشرف ذلك الأمريكي ما يسمى بخليفة حفتر بقوته المزعومة وبدعم من الإمارات ومصر، إلا أن قلة العدد في مجلس الشورى دول بنغازي كانت هي الأقوى. افتكوا منهم السلاح، افتكوا منهم الدبابات، افتكوا منهم العربات، قتلوا منهم وعصروا منهم ولا يزال الثوار صامدون. سنة ونصف من المعاناة ومن القتال لم يستطيع أسير الحرب السيطرة على نسبة 40% من مدينة القدس. رسالة من ثوار مجلس الشورى ثوار بنغازي، الرجال المراسل يقولون لكم أبشروا فإن قوات المزعومة إلى الحرب في تخاذل وعلى الاستعداد بتسليم أنفسهم والكثير منهم. يا إخوان، يقول لكم ثوار بنغازي بأن بنغازي تنتصر الآن وأن ثوار بنغازي معكم طيبا وقاربا في هذا اليوم وفي هذا الميدان. يا بنغازي ماتم روحك، يا بنغازي ماتم روحك، يا بنغازي ماتم روحك، يا صبراتا ماتم روحك، يا صبراتا ماتم روحك. إخواني، ألخص لكم رسالة الثوار الشرفاء في مدينة بنغازي. يقولون لكم بأن سنهتكم نصرا وسنهتكم تحريرا بعون الله تعالى، سيكون هو التحرير الأصلي والرسمي لثورة 17 فبراير. يقولون لكم اصبروا وصابروا وثابروا، فإن النصر حليفنا وإن الله عز وجل ناصرنا، فنحن أحفاد عمر المختار، نحن لا نستسلم، ننتصر أو ننال للشهادة بعون الله. نقول للشهيد محمد العربي، ونقول للشهيد صلاح البركي، ونقول للشهيد عبد المنعم الصيد، ونقول لكل الشهداء البواسل محمد الكيلاني وغيرهم من رموز الثورة المباركة، بأن الثورة ولدت لتبقى وليس لكي تموت. نحن حماة الثورة، ونحن من نبني الوطن، ونحن من نحميه بعون الله تعالى. ستترفرف ثورة 17 فبراير بالنصر عالية، والله وفيق لنا، والله متوكلنا، ولا مولى إلا مولانا الله عز وجل. بإذن الله سننتصر، وسنعيدكم الثوار بالتحرير المبكر وفي أقرب وقت بعون الله، فإن النصر بعون الله دائما حليفنا. مصر نطالب
بالفراش على العديد ونساء الساحلي الذي طرته يد الغدر والخطف، ونطالب خاطفيه بإطلاق سراحه هذا الرجل الذي كان في جبهة الوطية، هو الآن يعاقب بسبب هذا الفعل الذي قام به وهو نصر الدور 17 فبراير. تكبير! الآن وصلني خبر أن مجموعة من طلاب طرابلس غدا بإذن الله متجهة إلى إخوانهم في صبراتة ليتم مساعدتهم. يا إخوان في هذا اليوم لا ننسى أمهات الشهداء، أخوات الثوار والشهداء، زوجات الشهداء، حرائر ليبيا الشريفات العفيفات الذين خرجنا في دورة 17 فبراير لنصر الحرية، لنصر الحق، لإعلاء كلمة الحق عالية. كل التحايا وكل الشكر وكل التقدير لهؤلاء النساء اللتن أنجبنا أسودا يدخلون للميدان ولا يخرجون إلا والفريسة بين فكيهم. فتحية وكل الشكر لحرائر ليبيا وأمهات الشهداء وكل أهالي الشهداء والثوار ثورة 17 فبراير. الآن إخواني نترككم مع كلمة لجنوبنا الليبي، الجنوب الذي يعاني، الجنوب الحبيب، واحد اخواننا من الجنوب فليتفضل. مشكور. بارك الله فيك. وين هذا؟ اعطيها لي. هذا راح بقاعدة يقول قاعدة. بالدم نرتيك يا جنوب. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أولا نترحم على شهداء ثورة 17 من فبراير، وترحم على ثوار فجر ليبيا في جميع مناطق ليبيا عامة. نقول لهم فإننا نحن ثوار الجنوب بصفة عامة نحن جاهزون ونحن مع ثوار فجر ليبيا قلبا وقاربا، وسنساندهم بإذن الله. والخزي والعار إلى برلمان طبرق المنحل. ونحن كثوار الجنوب إن شاء الله نحن سنؤازركم بإذن الله، ونقول لكم فإننا منتصرون إن شاء الله.